يبقى عندها متابعين. ايا كان معنى الكلام ده، انتم مش شايفين ان الحركات التكتيكيه بتاعتنا دي هي مجرد خدعه عشان تشد؟ يلا نرجع للشغل. طب فين بقى القاعدة اللي قلتي لي عليها؟ معداتك أحسن بكتير من معداتي. أنا بحب الحصن العايم المختفي ده، بس دلوقتي بعد ما مدينة نيويورك كلها شافته غالباً هامر هاد هيجي قريب. أنا معتمدة على كده، فخلينا نشتغل بسرعة. أنا معايا مجموعة ليزر من الدرجة الخامسة، محتاجين نزبطها عشان ما تسخنش بزيادة. لحسن الحظ الماسترز بتاعتي كانت في تظبيط الحاجات دي. يلا بينا. تمام، إيه أول حاجة؟ حط الغلاف في موضع التنفيذ. تمام. واو، حلو الليزر. ظبط الغلاف. خلاص خلص. احنا ما خلصناش. اوه، لازم نشغل هوائيات الاستهداف تاني. اكيد. ما عنديش اي فكرة انت بتتكلمي عن ايه. اخرج من المستودع وروح فوق اقرب اجهزة بس. ماشي. لازم نتكلم عن الاستراتيجية مع هامر هاد، مش شايفة كده؟ في ايه نتكلم عنه؟ هنلاقيه وبعدين نركز الليزر على الصفيحة اللي فوق راسه. الليزر هيدخن الصلب الكربوني لدرجة حرارة عالية، وده هيغير تركيب البنية الجزئية ونخلي دماغه قطرة عشان اقدر اضربه كويس. فهمت النقطة دي، بس ازاي تعرفي انها مش هتسيح دماغه؟ لما الديب بيهاجم الخرفان بيخطر بان الرعي ممكن يضربه بالنار. تمام. طيب يا رعية، خليكي فاكرة قاعدة مفيش قتل، اتفقنا؟ خلصت. ايه النظام؟ الانظمه شغاله بفعاليه. دلوقتي لازم نختبر مستويات القوه. حلو. ثانيه، ده مش بيشمل اني اتضرب صح؟ مش دلوقتي، بس انا عايزك تطلق الاهداف دي. تمام تمام. مستعده؟ مستعده. القنابل بعيد، جرفيها. اسحب. كمان كام واحده. انا مبسوط، الموضوع مسلي. واحدة تانية في الطريق. ضربة حلوة. هما فعلا العساكر الجداد بيضربوا نار كده؟ اوه، ينفع نضرب تاني؟ ارجوكي. انت طفل صغير. ايوه، كلنا جوانا طفل صغير. ارجع تاني، في حاجة لازم نعملها. انا في الطريق. احنا لازم نعدل مثبت ملاحة نظام التوازن عشان نقدر نعوض وزن ال... بدون شك. انت بتعمل ايه؟ روح للصالة واستناني افعل النظام. النظام جاهز. هدخل اهو. ماشي، ده اللي هيظبط. انتوا الاتنين بقيتوا فريق دلوقتي؟ حلو، بس ده مش كويس. علشان سمور، ممكن تساعديني؟ الليزر مش شغال. تقدري تصلحيه؟ انا بحاول. تمام، انا هحاول اعطل القوة ده. ها
انا بس عايز اشكرك عشان وريتني الحاجات الغلط اللي كنت اعملها لمده سنين. انا لو عايز اسيطر على المدينه دي لازم اواكب العصر والطور. طابور انت اكبر عني. النذر اشتغل تاني. دلوقتي حرف اقرب. كل ما تحاول كل ما تفشل مفيش حاجه تطمني. عايز تعمل حالا. يلا هتموت يا حلو. انتوا برضو مش عايزين تستسلموا صح؟ احترم ده بس برضو يلا بثبته. انت بس بصوا على سريع. في معركة انت مش هتكسبها. ما تقربش منه، ما تخليهوش يضربك براحته. نصيحة كويسة. اضربي. هوب دمه. طيب دلوقتي اقدر اسدد الضرر. دي عشان نوري. تندم على كل ده. برضو مفيش احترام. الموضوع هيحتاج ايه يعني؟ انت عارف انا بحترم ايه؟ الشخص اللي بيعرف امتى يستسلم. هبدا رمي القنابل. ما جتش. يلا كملي. هتاكد ان اللي بعد دي هتيجي. الدمع بتاعه قوي جدا، محتاج اوقف مفعوله الاول. لازم امسك القنابل دي لما ترميهم. خلي بالك. ورينا ازاي هتهرب من دي. استخدم القنابل عشان توقف الدرع. ما ينفعش تخليه يضربني. هو التقنيه بتاعتك يا سمير، للاسف هستخدمها عشان اخلص عليك. لو مسكت القنابل دي ممكن استخدمها عشان اوقف مفعول الدرع. قنابل ثانيه. بس ايوه روح الفريق. موت يا حشره. ايوه علمت عليه. الموضوع بقى شخصي. فترة أطول من كده. هزمته. اضربه. راسك ناشفة أوي من كل النواحي. عندكم مهارات كويسة. فرصة أخيرة. انضموا لرجالتي وإلا هتموتوا. هبدأ رمي القنابل. يا حشرة.
الأجهزة مش هتشتغل. أنا هبدأ أنفذ. شباكي ما تقدرش تخترق الدرع بتاعه. درعه اتدمر. مفيش حاجة تدمرك، ها؟ ما افتكرش. ما تخليهوش يضربك. أيوة بحاول. درعه مش شغال. الاختيار الثاني. يلا استعد. قوة التقنية بتاعتي تصميم للأسف استخدمها عشان تخلص عليك. الدرع اتدمر. مفيش موت يا حشرة. خليه يضربني. أموت. أضرب. فاكر كده بتوجعني؟ ما قربتش حتى. هتموت يا حلو. خدوا دي. لازم امسك القنابل دي لما ترميهم. الدلع بتاعه قوي جدا، محتاج اوقف مفعوله الاول. ايوه علمت عليه. ماشي الموضوع بقى شخصي. اضربيه. أنا بحاول. وقته. الليزر مش شغال. استنى. عندي فكرة. مش هقدر استنى أكثر. ثبته. وبعدين؟ استعد عشان تنط. وحش. كانت حاجة ممتعة. هاي ناوية تتعشي فين؟ أنا عارف محل بيتزا ممتاز. لازم أرجع سمكاريا. صحيح، وراكي حرب تحاربيها. أنا مش بستمتع بالحرب. أنا بعمل الضروري عشان أساعد الناس. عارف الأبطال بيعملوا كده. أنا مش بطلة، بس اتعلمت منك كم حاجة. فعلاً؟ زي ايه؟ ازاي اعطل العدو بالنكت البايخة؟ الحقيقة هي نكت كويسة، بس انا فاهم ان دي مسألة اذواق. شكرا سبايدر مان على كل حاجة. مش طريقتي دي. ايوه صحيح طبعا. ممكن توصليني المدينة؟ انا ممكن اعوم، بس ريحة النهر مش هتطلع ابدا من البدلة.